ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو سابق يحمل نفس العنوان ولكن الجزء الاول، ده الجزء الثاني بقى. هتلاقوا برضو رابط الجزء الاول في وصف هذا الفيديو وفي شاشة النهاية. في نص انا شايف انه يصلح يكون مثال جيد جدا على حاجة بنقابلها في الترجمة، وهي ان النص يكون حمال اوجه وكل وجه منهم له رجاحته ومنطقه. في الفيديو اللي فات كنت بقول لكم، عملت هايلايت كده، اللي شاف الفيديو اللي فات يشوف الفيديو اللي فات الأول بعد كده يكمل هنا. كنت بقى عملت هايلايت على جزء كده، قلت لكم ده إيه هو اللي فيه المشكلة. بعد ما تأملت الموضوع أكتر لقيت لأ، هو الموضوع مش كده. فوجب ان انا اعمل فيديو مستقل بقى، لان انا في الفيديو اللي فات كنت هقول لكم ايه، هحط لكم الحاجه في وصف الفيديو وننطلق نتناقش بقى في التعليقات. بصيت للنص تاني لقيته لا، ده حمال اوجه اكتر مما ظننت. فقلت اعمل فيديو، هذا الفيديو نشرح فيه بقى ايه اللي انا شايفه، وده مثال للمفارقه، انه مثال من مواصفه قياسيه عن الترجمه نفسها، متطلبات خدمات الترجمة. فده النص، أحط في وصف الفيديو رابط الصفحة والنص، ودي ترجمته برضه أحط في الوصف رابط الصفحة والترجمة. وعشان أسهل عليكم، أنا شخص تربيساوي، لو هترجم 15 كلمة هعملها تلخيص. وحطيت برضو هنا للتسهيل اهم، وخلونا نبدأ كده نشوف ايه الموضوع. الفوق دي هي النص الاصلي اهو، اول فقرة Application of this international standard. اللي شايفين من على الويب هيقدروا ايه، ينزلوا الوصف الفيديو، يفتحوا الرابط، يشوفوا النص بنفسهم وياخدوه تكست، ياخدوا نسخة منه كتكست يتأملوه اكتر. اللي بيشوفوا من على الموبايل يقدروا يعملوا بوز وفق ما يرون مناسبا، ايه اللي يناسبهم. فابليكيشن اوف ذيس انترناشونال ستاندرد also provides the means by which a translation service provider TSP can demonstrate conformity of a specified translation services to this international standard and the capability of its processes and resources to deliver a translation service that will meet the clients and other applicable specifications. نصيحتي ليكم ترجموها انتم جونيورز او سينيورز، وبعد كده كملوا الفيديو. انا فهمتها ازاي بقى؟ انا وجهة نظري ان الارجح إن الجملة عايزة تقول كده، ماشي؟ هذا ما أرجحه. Application of this international standard هي نفس الجملة، ولكن عملت فيها فورمات عشان أوضح وجهة نظري، ماشي؟ أهو أهو يبقى انا على حسب ما انا فهمت النص، النص عايز يقول كده. demonstrate ان المواصفة القياسية بتقدم للتي اس بي وسائل تتيح لي انه يوضح، انه يبرهن، انه يدلل على، انه يثبت موافقته، التزامه بالمواصفة القياسية في خدمات ترجمته هو، ويوضح، يبرهن، يدلل على ايه. دي برضو نقطة فرعية تانية،
طبعا ده لما نشوف الترجمة بعد شوية كل الكلام اللي بقوله ده هيبقى ليه معنى أكتر. موارد وعمليات مين؟ هل موارد وعمليات الانترناشونال ستاندرد ولا موارد وعملياته هو؟ ماشي. أنا في هذه اللحظة لا، لأن في الفيديو السابق كنت بقول إن البروسيسز والريسورسز دي عايدة على مين؟ عايدة على التي اس بي. لكن دلوقتي بقول لا، دي عايدة على المواصفة القياسية. بس يظل زي ما هنشوف بعد شوية إن في elaboration more elaboration more edit needed in the target to make it clear. الترجمة اللي هنشوفها بعد شوية هي كاملة وممكن تكون دقيقة بناء على المنطق، منطق السورس ورجاحة وجهة النظر اللي بتقول إن الموارد والعمليات عائدة على الانترناشونال ستاندرد نفسها، لكن يظل محتاجة more clarity in the target. ماشي. الترجمة اللي هنشوفها بعد شوية في العربي صرفت على أساس as a whole كده إن المواصفة، تطبيق المواصفة القياسية دي بيتكلم عن وسائل تتيح للتي اس بي إنه يثبت ويبرهن على موافقته لهذه المواصفة. و معذرة الكحة الخالدة، الكحة الخالدة، الكحة دي هتفضل بقى ايه متسجلة. ف يبرهن على ايه كمان؟ demonstrate two things his conformity. ممكن نقول his ماشي دلوقتي عشان بس الدنيا تبقى واضحة، his conformity و the capability of this standards processes and resources. The capability of the processes and resources of this standard. كأنه عايز يقول كده of مع ان وجهة النظر التي ترجح اللي انا كنت برجحها بقى في الفيديو السابق ليها وجهتها برضو. هو عايزه يبرهن ويثبت ايه؟ قدرة عملياته وموارده هو، ماشي. لكن عشان ما ندخلش في السفسطة، ما هو عملياته وموارده جاية منين؟ جاية من تطبيق المواصفة. فكأن هو لما جاب نفذ عمليات محددة وموارد محددة التزاما بهذه المواصفة فهي عمليات وموارد هذه المواصفة. ماشي. ندخل على تردد بقى ونتكلم في الترجمة نفسها. دي ال حطيتهم كده تحت بعض عشان سهولة المقارنة. ف والله تمرين ظريف ممتع للذهن. دي فوق اهي يقدم تطبيق هذه المواصفة القياسية الدولية وسائل يمكن من خلالها لمقدم خدمة الترجمة إثبات تطابق خدمات الترجمة. المفروض نقول خدماته في الترجمة مع هذه المواصفة القياسية الدولية وكذلك قدرة عملياتها ومواردها على تقديم خدمة ترجمة تلبي مواصفات العميل وكذلك المواصفات المعمول بها الأخرى. أنا شايف بقى في هذه اللحظة إن لأ، more clarity is needed علشان إثبات what
وكذلك. فأنا من وجهة نظري نشوف ماشي، يقدم تطبيق هذه المواصفات القياسية الدولية وسائل ماشي تتيح لمقدم خدمات الترجمة إثبات. هنا بقى شوفوا بقى، ممكن يعني الفيديو ده يعني هيتكلم عن كذا نقطة، شيء بشيء يذكر كل شوية. هل ده يعتبر اوميشن؟ انا من وجهة نظري ما هوش اوميشن ابدا، بالعكس انا عايز اقدم عربي سلس، فهو ده مش اوميشن. اثبات موافقة خدماتي ماشي، ده اللي جاي بقى اديشن. ماشي إلى إثبات قدرة عمليات المواصفة. وعشان أنا ناصر اشتغلت في المواصفات القياسية قبل كده أصلا، محبش أقول المواصفة كده وأسكت، فبقول هذه المواصفة القياسية، لازم أن أقول القياسية، ومواردها على تقديم خدمة ترجمة تلبي سليم. فأنا يعني عملت اوميشن هنا، إثبات موافقة خدماتي، ما أنا لسه قايل قبلها حالا أهو، مش قبلها بجملة مثلا ولا قبلها بخمس ست سبع كلمات، لا قبلها بكلمتين، قايل إنه مقدم خدمة الترجمة. فأنا هنا أقدر أقول ضمير الغائب زي الفل ماشي. ممكن بقى ايه شيء بالشيء يذكر، نتكلم برضو عن فكرة وجهات النظر في الترجمة والمراجعة، مراجع بيراجع فيبص على دي يقول لك اوميشن. لا يا جماعة نهدى على بعض شوية كده، ولا نبالغ ولا نغالي في تصنيفات الأخطاء مثلا ماشي. ده انا شايفه اوميشن من الاوميشن القليل المحمود، لان الاوميشن في الغالب مش هيكون محمود، الاديشن في الغالب ممكن يكون محمود ماشي. يقدم تطبيق، انا كنصير شايف ان المترجم عليه ان يقدم نصا سلسا كانه لم يترجم. وده سهل على فكرة، هي مش محتاجة صداع، أنا عملت ده قدامكم في الوقت الفعلي، والله أنا ما قعدتش أخد ودي مع نفسي كتير، أنا ترجمت سجلت الفيديو السابق، اتغديت بشوف الفيديو، الدنيا نورت في دماغي شوية، لقيت وجه آخر غير اللي كنت بتكلم فيه، فقمت عامل الفيديو ده على طول في الوقت، ما بصيتش على الموضوع أكتر من كده يعني. وحاولت بقى ان ايه اتمهل قدر الامكان
في الفيديو ده علشان برضو ما يبقاش ايه شفت وجه ارجع فيه. ولكن ده اصلا من طبيعة المهنة، انت لو رجعت على نفسك حتى وانت خبير، لو رجعت على نفسك نص ترجمته، ومش هنروح بعيد يعني، انت بتترجم وبتراجع، بتعدل في مراجعتك على نفسك ولا لا في هذه اللحظة؟ ولو رجعت على نفسك بعد 3 شهور او بعد 3 سنين هتلاقي نفسك بتعدل. ففي فكرة ان النصوص حملت اوجه، دي فكرة عشان نلم الفيديو ما يبقاش الافكار سرحة. فكرة ان النصوص حملت اوجه دي فكرة، في حد هيبص على المواصفة كده وعلى النص هيقول البروسيسز والريسورسز عائدة على التي اس بي، في حد هيقول لا عائدة على ده، انا في هذه اللحظة شايف انها عائدة على ده، على الستاندرد نفسه. ماشي، يظل برضو ان عايزين وضوح، دي النقطة التانية، هل النص الاصلي مش اصلي يعني، اصلي ده الاصلي السورس الانجليش هو الاصلي، الترجمة الاصلية اللي انا خدتها من الموقع من شوية وهتلاقوه في وصف الفيديو. أنا كناصر شايف إن لا، محتاجة الوضوح أكتر، هي كاملة كترجمة كاملة وافقت السورس، ماشي كترجمة وافقت السورس لم تقصر، إنما زي ما قلت في الفيديو السابق أنا في 3 عوامل أساسية، كمال، وضوح، دقة. فأنا شايف إن هنا في عوار إلى حد ما في الوضوح والدقة، إحنا محتاجين إن النص يجزم بما لدى مجال الشك إن دي عمليات وموارد مين؟ عمليات وموارد المواصفة، مش مقدم الخدمة. ولذلك جاء تعديلي على هذا الحال، يقدم، شوفوا بقى انا هعدل دي كده، تعملوا بوز وتتأملوا، اكتبوا لي تعليقاتكم في التعليقات او اقتراحاتكم في الاقتراحات او فيديوهاتكم في الفيديوهات.